طبعا لدينا أسوار الثانية من تمارين النهايات، نتابع حل النهايات المعروضة في كتاب التحليل. لدينا النهاية التالية، حل النهاية نهاية تان 3x ناقص x على x زائد 2 ساين x. إذن نهاية تانجنت 3x ناقص x على x زائد 2 ساين x. واضح طلاب أن هذه النهاية إذا عوضناها طبعا النهاية تعويض، بالتعويض تانجنت الصفر هو صفر ناقص صفر صفر على صفر زائد ساين الصفر صفر. واضح أننا نحصل على عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. كيف نزيل عدم التعيين من الشكل صفر على صفر ولدينا دالة مثلثية أو دالة مثلثتي؟ واضح أنه أن التان الموجود في البسط إذا وجد له مقام X تتطبق معنا المبرهنة، والساين الموجود في المقام إذا وجد له مقام X أيضا تتطبق معنا مبرهنة الجيب ونتائجها. لذلك إما أن أقول نقسم البسط والمقام على X الذي لا يساوي الصفر، أو نخرج X عامل مشترك من البسط والمقام. في الجلسة الماضية تمرين مشابه لهذا التمرين أنا قلت أقسم البسط والمقام على X، ولكن نحن مشان ننوع في العمل سأقول أخرج X عامل مشترك من البسط والمقام والصيغتين متكافئتين، يعني هذا الكلام مكافئ لذلك الكلام. لنخرج X عامل مشترك من البسط والمقام، نهاية من البسط أخرج X عامل مشترك وافتح قوس تانجنت 3X على X ناقص X على X هي 1. من المقام أخرج X عامل مشترك بفتح قوس X على X هي 1 زائد 2 ساين X على X. طبعا X بالبسط مع X بالمقام راحوا، نعم X بالبسط مع X بالمقام راحوا، بصير عندي نهاية انظروا جميعا تانجنت 3X على X. مشان تتطبق معي المبرهنة، نعم لازم يكون مقام قد ما داخل التان، ما داخل التان هو 3X، أضرب بثلاثة هاي الإكس الموجودة في مقام التان ضربتها بثلاثة، معناته لازم أضرب البسط بثلاثة كما هو موضح لدينا في هذا السطر. ناقص واحد على واحد زائد، لاحظ اثنين ساين إكس على إكس، ما داخل الساين قد المقام، فقط هاي اثنين موجودة بضربها بالكسر، يعني اثنين بي ساين إكس على إكس. يصبح لدي تانجنت 3x على 3x المبرهنة قيمتها 1، وساين الاكس على اكس مبرهنة قيمتها 1، فقط اعوض. يعني توظيف الى المبرهنات واكس بالبسط مع اكس بالمقام راحوا هو اللي خلصنا من عدم التعيين. بصير عندي 3 ب 1 ناقص 1 انا عم بعوض على 1 زائد 2 ب 1، 3 ب 1 3 ناقص 1 2، 1 زائد 2 3، أحصل على 2 على 3. التمرين الذي يليه حل النهاية نهاية X مكعب ناقص. تفضل أستاذ عبد الحميد، ممكن بس تعيد هذا المثال لأنه أفندي النت؟ إيه تكرر. لاحظ نهاية تانجنت 3X ناقص X على X زائد 2 ساين X، هاي النهاية بدي حل هذا التمرين. نهاية تانجنت 3x ناقص x على x زائد 2 ساين x لما x تساوي صفر، طبعا النهاية تعويض كما هو موضح لديك بالصورة. تانجنت الصفر صفر ناقص صفر صفر في البسط، في المقام صفر زائد 2 ساين الصفر، ساين الصفر صفر، صفر زائد صفر صفر. أصبح لدي عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. حصلنا على عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. كيف نزيل عدم التعيين؟ مثل ما قلنا من شوي، طبعا أنا عندي تان 3x وساين x، طبعا تان 3x إذا وجد مقام لها هو x، وساين x إذا وجد مقام لها هو x، نخلص من عدم التعيين. لذلك فكرة الحل هو إخراج x عامل مشترك من البسط ومن المقام. فيك تقول أقسم البسط والمقام على x وهذا الكلام يجوز. نخرج x عامل مشترك من البسط والمقام من البسط x، نهاية طبعا حطيت خط كسر X، فتحنا قوس تانجنت 3X على X ناقص X على X هي 1. من المقام أخرجت X عامل مشترك X على X 1 زائد 2 ساين X على X.
اكس بالبصمه اكس بالمقام راحت صفت عند نهايه لما اكس على الصفر ليه؟ تام 3 اكس على اكس. لازم يصير عند المقام قد ما داخل التان، ما داخل التان 3 اكس بضرب الاكس الموجود في المقام ب 3. ضربت الاكس الموجود في المقام ب 3 علي ان اضرب البسط ب 3. يعني 3 بتان 3 اكس على 3 اكس، تان 3 اكس على 3 اكس المبرهن قيمتها 1 ناقص 1 هي ما بنشتغل معها شيء، على 1 زائد لدي 2 ساين اكس على اكس، ساين الاكس على اكس نعم هي عباره عن مبرهنه 2 بتنضرب بالكسر ساين اكس على اكس. ساين اكس على اكس المبرهنه قيمتها 1، الان اعوض 3 ب 1 ناقص 1 على 1 زائد 2 ب 1، 3 ب 1 3 ناقص 1 2، 1 زائد 2 ب 1 يعني 1، 1 زائد 2 وتساوي 3، قيمه النهايه 2 على 3. توضحت؟ نعم نعم تمام الله يجزيك الخير. لدي نطلع ثلاثة عم نشترك ونرجع نطلع اثنين عم نشترك. لا لا ليس المقصود ذلك، المقصود انا عندما حصلت على تان 3 اكس على اكس، تان 3 اكس على اكس، هل بالحقيقه هي عدم تعيين من الشكل صفر على صفر اذا بدي اعوضها، ولكن هذا يذكرني بالمبرهنه تان مقدار على مقدار. فكره الحل ان اجعل المقام قد ما داخل التان، ما داخل التان هو 3 اكس. كيف بدي اخلي المقام يصير 3 اكس؟ اضرب المقام ب 3. نعم؟ ضربنا المقام ب 3 لازم البسط نضربه ب 3. يعني 3 ب تانجنت 3 اكس على 3 اكس. صار المقام قد ما داخل التان، هاي المبرهنه قيمتها 1. بنفس الوقت انا عندي ساين اكس على اكس. هاي المبرهنه نظاميه، يعني ما داخل الساين قد المقام. واثنين مضروبة بالكسر. الفكرة هي أن أجعل المقام مساويا لما داخل التان. هذه هي الفكرة. مو إخراج عامل مشترك، لا. توضحت؟ نعم أستاذ نعم. لدي النهاية التالية. نهاية إكس مكعب ناقص 1 على إكس مربع ناقص 3 إكس زائد 2 لما إكس تسعى إلى 1. لدي النهاية. هذا النوع من التمارين مهم جدا جدا للامتحان. نهاية اكس مكعب ناقص 1 على اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 2، طبعا النهايه تعويض، طبعا النهايه لما اكس تسعى الى 1، 1 للتكعيب 1، 1 ناقص 1 0. هنا في المقام 1 ناقص 3 يعني ناقص 2 زائد 2 0، احصل على عدم تعيين من الشكل 0 على 0. نحن امام عدم تعيين من الشكل 0 على 0 والداله كسريه حدوديه. كيف ازيل عدم التعيين؟ صفر على صفر والدالة كسرية حدودية. لازم ناخذ العدد بكتر قيمي. تماما، نحلل البسط ونحلل المقام ونختصر العوامل المشتركة. أحسنتم. لدينا البسط هو إكس مكعب ناقص 1. هذا يذكرني بالمتطابقة التربيعية الثالثة، لازم الكل يكون حافظ شلون نفكها. اكس مكعب ناقص 1 هي اكس ناقص 1 ب اكس مربع زائد اكس زائد 1. المقام اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 2، هذا كثير حدود من الدرجة الثانية. كيف نحلله؟ نحلل كثير حدود من الدرجة الثانية هذا بالتحليل المباشر. عددين مجموع ناقص 3 بجدران زائد 2 هم الناقص 1 والناقص 2، يعني المقام يكتب بالشكل اكس ناقص 1 ب اكس ناقص 2. لذلك تكتب الدالة بالشكل نهاية لما اكس تسعى الى 1 لي حطيت خط كسر اكس ناقص 1 ب اكس مربع زائد اكس زائد 1. هذا تحليل متطابقة التكعيبية الثالثة. المقام بالتحليل المباشر هو اكس ناقص 1 ب اكس ناقص 2. الآن لنختصر العوامل المشتركة، في عندنا بالبسط اكس ناقص 1 وبالمقام اكس ناقص 1، بيروحوا مع بعض. اكس ناقص 1 بالبسط واكس ناقص 1 بالمقام راحوا، صفت عندي نهاية اكس مربع زائد اكس زائد 1 على اكس ناقص 2 لما اكس تسعى الى 1. بعد اختصار العوامل المشتركة الان اعوض، الان اعوض 1 للتربيع 1 زائد 1 زائد 1 يعني 3 على 1 ناقص 2 ناقص 1. 3 على ناقص 1 والتي تساوي ناقص 3. إذن عدم التعيين من الشكل صفر على صفر والدالة كسرية حدودية
أحلل البساط وأحلل المقام وأختصر العوامل المشتركة. طلابنا عند البسط إكس مكعب ناقص واحد، طبعا تمرين انتهى، ولكن البسط إكس مكعب ناقص واحد بتمنى الكل فكها، هو إكس ناقص واحد بإكس مربع زائد إكس زائد واحد. لدي التمرين نهاية إكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة بكوساين مربع واحد على إكس ناقص اثنين لما إكس تسعى إلى اثنين. إذن نهاية إكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة مضروبة بكوساين مربع واحد على إكس ناقص اثنين لما إكس تسعى إلى اثنين. طبعا النهاية تعويض، منعوض مع بعض، اثنين ناقص اثنين صفر، كوساين مربع واحد على اثنين ناقص اثنين صفر، واحد على صفر لا نهاية، صار عندي كوساين اللا نهاية والكل التربيع. بغض النظر انا صار عندي داخل الكوساين لا نهاية، ما العمل عندما يكون لدي احسنتم اذا لما يكون ما داخل الكوساين لا نهاية نطبق مبرهنة الاحاطة. انظروا جميعا، اذا بالتعويض حصلنا على صفر بكوساين مربع لا نهاية، وطبق الاحاطة، انطلق من الكوساين، لدي كوساين واحد على اكس ناقص اثنين، لدينا كوساين واحد على اكس ناقص اثنين اكبر او يساوي الناقص واحد اصغر او يساوي الواحد. جميعنا يعلم ان الكوساين محصور ما بين الناقص واحد والواحد، بحيث انه ايا كانت اكس تنتمي الى ار فرق اثنين. ليش؟ لان هاي الثاني معرفة على ار فرق اثنين. نربع اطراف المتراجحة، اربع اطراف المتراجحة. طلاب لدي كوساين الواحد على إكس ناقص اثنين محصورة ما بين الناقص واحد والواحد، دائما محصور بين الناقص واحد والواحد بالتربيع والواحد. انتبهوا علي على الفكرة، كان عندي كوساين واحد على إكس ناقص اثنين أكبر أو يساوي ناقص واحد أصغر أو يساوي الواحد بالتربيع، هاي المتراجحة بدأت تنحصر بين الصفر والواحد، لأنه أنا ما عندي مربع سالب، والعدد المحصور بين الناقص واحد والواحد عندنا بدنا نربعه بده يكون ناتج تربيعه أصغر أو يساوي الواحد. لذلك بالتربيع يصبح لدي كوساين مربع واحد على إكس ناقص اثنين أكبر أو يساوي الصفر أصغر أو يساوي الواحد. أعيد للمرة الثالثة، إذا كان عندي مقدار محصور بين الناقص واحد والواحد بالتربيع بينحصر المقدار بين الصفر والواحد. إذن ليش أنا عبربع؟ عبربع مشان ابني هيكلية الدالة، أنا بدي ابني جسم الدالة. أنا في الدالة ما عندي كوساين، عندي كوساين مربع، هذا الشيء اللي دعاني للتربيع. بعد ما حصلت على كوساين مربع واحد على إكس ناقص اثنين أكبر أو يساوي الصفر أصغر أو يساوي الواحد، لكي تبنى مع الدالة لازم أضرب الأطراف بالمقدار إكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة. أضرب أطراف المتراجحة بالمقدار إكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة اللي هو أكبر تماماً من الصفر. إكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة أكبر تماماً من الصفر. ليش أكبر تماماً من الصفر؟ موجب لأنه قيمة مطلقة، وتماماً لأن الإكس لا تساوي اثنين. لذلك عند الضرب بالمقدار إكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة أول شيء إشارات التراجح ما بتتغير، وثاني شيء أو أهم شيء إنه إشارات التراجح ما بتتغير. لاحظ صفى عندي بالوسط إكس ناقص اثنين بكوساين مربع واحد إكس ناقص اثنين أكبر أو يساوي، إذا بدي أضرب الصفر بإكس ناقص اثنين الناتج صفر لأن صفر عنصر ماص. بنفس الوقت الطرف اليميني في أقصى اليمين واحد بإكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة هي إكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة. الآن انبنت مع الدالة، صفت مع إكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة بكوساين مربع واحد على إكس ناقص اثنين أكبر أو يساوي صفر أصغر أو يساوي إكس ناقص اثنين. هلق انحصرت مع الدالة بين الصفر وما بين إكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة. الآن لنأخذ نهايات الأطراف، لدي نهاية الصفر لما إكس تسعى، لوين الإكس رايحة؟ على اثنين. أقول نهاية الصفر لما إكس تسعى إلى اثنين تساوي الصفر. بنفس الوقت نهاية الإكس ناقص اثنين بالقيمة المطلقة لما إكس تسعى إلى اثنين النهاية تعويض، اثنين ناقص اثنين بالقيمة المطلقة والتي تساوي الصفر. الدالة الصغيرة راحت على الصفر، والدالة الكبيرة كمان راحت على الصفر، الدالة الوسطانية بدها تسعى إلى الصفر. يصبح لدي
نهاية x ناقص 2 بالقيمة المطلقة ب كوساين مربع 1 على x ناقص 2 لما x على 2 يساوي 0، وذلك بحسب مبرهنة الإحصاء. واضح طلاب؟ محصور بين الناقص 1 والواحد بالتربيع ينحصر المقدار بين الصفر والواحد. التمرين الذي يليه: نهاية ساين إكس على جذر لإكس مربع زائد إكس مكعب لما إكس تسعى إلى صفر. أمعنوا النظر في هذه النهاية. نهاية ساين إكس على الجذر التربيعي لإكس مربع زائد إكس مكعب لما إكس تسعى إلى صفر. طبعا النهاية تعويض، خلونا نعوض. ساين الصفر صفر، جذر صفر للتربيع صفر زائد صفر للتكعيب صفر، صفر زائد صفر صفر، جذر التربيع للصفر صفر، صفت ما عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. نحن أمام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. كيف بدي زيل عدم التعيين من الشكل صفر على صفر؟ انظروا جميعا، عندي ساين في البسط وفي المقام جذر تربيعي، واضح انه هاي ما بتندرج تحت اي بند من بنود عدم التعيين صفر على صفر. لذلك خلونا نكون اذكياء شوي. ساين الاكس الموجودة في البسط عندما يوجد لها اكس في المقام ما تطبق معي المبرهنة؟ بعتقد انا راح تحل المشكلة. كيف انا بدي اخلي للساين مقام هو اكس؟ الفكرة هي اخراج اكس عامل مشترك من المقام. لذلك بداية من تحت الجذر اخرج اكس مربع. لماذا؟ انا عندي في البسط ساين اكس، مشان يصير الها في المقام اكس وتطبق مع المبرهنة لازم اخرج من المقام اكس عامل مشترك. لذلك من تحت الجذر اخرج اكس مربع، من تحت الجذر اخرج اكس مربع بالشكل. لاحظ نهاية البسط مثل ما هو ساين اكس، طبعا لما اكس على الصفر اللي على تحت الجذر اكس مربع، اكس مربع على اكس مربع واحد، اكس مكعب على اكس مربع اكس، اكس مربع بواحد زائد اكس. هلا الاكس مربع بدها تطلع اكس بالقيمة المطلقة، اذا والتي تساوي نهاية لما اكس تسعى الى صفر ساين اكس على اكس بالقيمة المطلقة بجذر الواحد زائد اكس. الان لنفك القيمة المطلقة، ما هيك؟ انا بدي افك القيمة المطلقة. طلاب هنا اكس لا تسعى الى الزائد لا نهاية، لحتى اعرفها موجبة. اكس لا تسعى الى الناقص لا نهاية لحتى اعرفها سالبي. اكس تسعى الى الصفر، والصفر هو مفترق طرق بين الزائد لا نهاية والناقص لا نهاية. ولما اكس سوف تسعى الى الصفر سوف تسعى من الجهتين، سوف تسعى من الجهة الدنيا او من اليسرى التي من اجلها تكون سالبي، وسوف تسعى من الجهة اليمنى التي من اجلها تكون الاكس موجبي. لذلك هنا لزاما علينا ان نميز حالتين. لماذا؟ لان اكس تسعى الى مفترق الطرق ما بين الموجب والسالب. لذلك هنا نميز حالتين. لما اكس اكبر من الصفر يعني النهايه بقيم اكبر، القيمه المطلقه لاكس القيمه المطلقه للموجب نفسه، اذا لما اكس اكبر من الصفر هذا يؤدي اكس بالقيمه المطلقه تساوي اكس، ومنه نهاية ساين اكس القيمة المطلقة لإكس ما تصير اكس بجذر الواحد زائد اكس. شوف صفت عندي بالسطر الأخير نهاية ساين اكس على اكس اللي هي المبرهنة، هي اللي بتخلصنا من عدم التعيين ب جذر بواحد على جذر الواحد زائد اكس. لما اكس تسعى إلى صفر بقيم أكبر لأني أنا عم بندرج تحت الحالة الأولى، إذا هو لما اكس أكبر من الصفر صفت معي نهاية ساين اكس على اكس ب واحد على جذر الواحد زائد اكس لما اكس تسعى إلى صفر بقيم أكبر، والتي تساوي ساين اكس على اكس هي قيمتها واحد، واحد على جذر الواحد زائد صفر يعني واحد على الواحد وتساوي الواحد، واحد بواحد وتساوي الواحد، قيمة النهاية واحد. الحالة الثانية لما اكس أصغر من الصفر، لما اكس أصغر من الصفر تكون القيمة المطلقة لإكس ناقص إكس، القيمة المطلقة للسالب هو سالب السالب. لما إكس أصغر من صفر القيمة المطلقة لإكس هي ناقص إكس، وبالتالي نجد نهاية ساين إكس على ناقص إكس بجذر الواحد زائد إكس. ساين إكس على ناقص إكس بجذر الواحد زائد إكس لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أصغر،
لأننا تحت الحالة الثانية اللي هي جي إكس أصغر من الصفر. هيك فك القيمة المطلقة أم لا علي؟ الناقص الموجودة في المقام أنا بحطها على البسط وبحط ساين إكس على إكس، يعني نهاية لما إكس أسعر الصفر بقية مظهر لي ساين إكس على إكس مسبوقة بإشارة ناقص بي واحد على الجذر الواحد زائد إكس. هاي المبرهنة ساين إكس على إكس قيمتها واحد مسبوقة بإشارة ناقص، يعني ناقص واحد بي واحد على جذر الواحد زائد صفر، يعني واحد على واحد وتساوي الواحد. صف عندي ناقص واحد بواحد والتي تساوي ناقص واحد. النهاية بقيم أصغر ناقص واحد، والنهاية بقيم أكبر واحد، وبالتالي إف لا تملك نهاية عند صفر لأن النهاية بقيم أصغر لا تساوي النهاية بقيم أكبر. إذن من النهاية من اليمين والنهاية من اليسار نجد أن الدالة لا تملك نهاية عند الصفر. التمرين الذي يليه مشابه نوعا ما للتمرين السابق. التمرين الذي يليه نهاية ساين إكس بي، وفي عندي ضرب بين الساين والجذر، نهاية ساين إكس بي الجذر التربيعي لي واحد على إكس مربع زائد واحد لما إكس تسعى إلى صفر. إذا نهاية ساين إكس بي الجذر التربيعي لي واحد على إكس مربع زائد واحد لما إكس تسعى إلى الصفر، طبعا بالتعويض ساين الصفر صفر، واحد على صفر لا نهاية للأسف، زائد واحد لا نهاية، ساين الصفر صفر بلا نهاية. أجد نفسي أمام عدم تعيين من الشكل صفر بلا نهاية. واضح أن في عندي دالة مثلثاتية مضروبة بدالة جذرية ولا يوجد بند لهذا الكلام، لذلك أيضا هذا الكلام يعتمد على الذكاء. طلاب مجرد شفت ساين وشفت إكس تسعى إلى الصفر أول شيء يفكر فيها تطبق المبرهن تجيب. مجرد أنه عندك ساين وعندك المقدار يسعى إلى الصفر فكر بمبرهن تجيب. طبعا هاي الساين لحتى تطبق مع المبرهنة يمكن أنا ناقصني ساين لها مقام هو إكس، لازم للساين أضع إكس في المقام. كيف هذا الإكس سوف يأتي إلى المقام؟ لاحظ بعد التعويض حصلت أنا على صفر بلا نهاية، مشان الساين يكون لها مقام هو إكس الفكرة أن أخرج المقدار واحد على إكس عامل مشترك من تحت الجذر. فكرة الحل إخراج المقدار واحد على إكس عامل مشترك من تحت الجذر. فكرة الحل إخراج المقدار واحد على إكس عامل مشترك من تحت الجذر، لذا إخراج واحد على إكس عامل مشترك من المقام، المقصود من المقام، لذلك أنا سوف أخرج واحد على إكس مربع عامل مشترك من تحت الجذر. إذا نخرج واحد على إكس عامل مشترك من المقام، لذلك من تحت الجذر أخرج واحد على إكس مربع، بيصير مع النهاية لما إكس على صفر ساين الإكس من تحت الجذر بخرج الواحد على إكس مربع، بفتح قوس واحد على إكس مربع على واحد على إكس مربع هي واحد، زائد واحد على واحد على إكس مربع هي إكس مربع. هون الجمع عملية تبديلية، طبعا المفروض أن يكتب واحد زائد إكس مربع ولكن كتبت إكس مربع زائد واحد، يعني هاي الإكس مربع إجت من مين؟ من تقسيم الواحد على واحد على إكس مربع، بعيدين بس قريبين مقام صار عندي هون إكس مربع، والواحد المكتوب هون إجت من تقسيم الواحد على إكس مربع على واحد على إكس مربع، صح؟ أنا بدلت بيناتهم والجمع عملية تبديلية ما صار أي إشكال. الآن الواحد على إكس مربع بدها تطلع برا الجذر، واحد على إكس بالقيمة المطلقة، والقيمة المطلقة بتنزل على البسط وبتنزل على المقام. القيمة المطلقة للواحد نفسه، القيمة المطلقة للإكس، إكس بالقيمة المطلقة، يصبح لدي النهاية لما إكس تسعى إلى الصفر لي ساين إكس بواحد على إكس بالقيمة المطلقة بجذر الإكس مربع زائد واحد، ساين إكس بواحد على إكس بالقيمة المطلقة، خلينا نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، بتصفي مع النهاية لما إكس تسعى إلى الصفر لساين إكس على إكس بالقيمة المطلقة بجذر إكس مربع زائد واحد. واضح أن المبرهنة الأقصارة تلوح بالأفق، ولكن بدي أطبق المبرهنة أنا عندي في البسط قيمة مطلقة لإكس، لذلك سوف أفك القيمة المطلقة
وانا اذا بدي افك القيمه المطلقه بدي ادرس اشاره ما داخل القيمه المطلقه. لذلك هنا لدي اكس تسعى الى صفر. لو انه اكس تسعى الى الزائد لا نهايه مثل ما قلت من شوي كانت طلعت موجب نفسها. لو انه اكس تسعى الى الناقص لا نهايه كانت طلعت ناقص اكس. ولكن هنا اكس تسعى الى مفترق الطرق ما بين الموجب والسالب كما وجدنا في التمرين السابق. هنا لزاما علينا ان نميز حالتين. هنا نميز حالتين. انتبهوا طلاب، ايضا مثل التمرين السابق لما اكس اكبر من الصفر القيمة المطلقة لإكس نفسه ومنه يصبح لدي نهاية. طبعا لما إكس تسعى إلى الصفر بقيم أكبر. ساين إكس على إكس بالقيمة المطلقة بجذر الإكس مربع زائد واحد. إذا نهاية ساين إكس على إكس بين قوسين بجذر الإكس مربع زائد واحد. ساين إكس على إكس هي مبرهنة قيمتها واحد. طبعا نهاية لما إكس على الصفر بقيم أكبر. قيمة المبرهنة واحد بجذر الصفر زائد واحد. واحد بواحد والتي تساوي الواحد. واحد بواحد وتساوي الواحد. أيضا الحالة الثانية، الحالة الثانية لما إكس أصغر من الصفر يعني إكس سالبي بدي قابلها نهاية بقيم أصغر. القيمة المطلقة لإكس هي ناقص إكس. لما إكس أصغر من الصفر القيمة المطلقة لإكس هي ناقص إكس ومنه نهاية ساين إكس القيمة المطلقة بصير ناقص إكس بجذر إكس مربع زائد واحد. إشارة السالب حطها قدام الكسر. نهاية لما إكس على الصفر بقيم أصغر ناقص بفتح قوس الكسر ساين إكس على إكس بسكر قوس بجذر الإكس مربع زائد واحد. ساين إكس على إكس مبرهنة قيمتها واحد مسبوقة بإشارة ناقص. هلا بعوضنا ناقص واحد بواحد. طبعا جذر الصفر زائد واحد واحد. ناقص واحد بواحد سوى ناقص واحد. انتبهوا لي جميعا النهاية بقيم أكبر واحد، النهاية بقيم أصغر ناقص واحد، وبالتالي إف لا تملك نهاية عند الصفر لأن النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار. النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار. نجد أن الدالة إف لا تملك نهاية عند الصفر.